طيب، السلام عليكم مرة ثانية. رح نبدأ إن شاء الله تعالى. للأسف عم لاحظ في انخفاض في نسبة الحضور، يعني يبدو الأغلبية عم تأمن إنه الجلسات مسجلة فبيحضرها على اليوتيوب. طبعا يعني أنا ما أقدر، ممكن يكون واحد مشغول عنده ظروف، تمام، في مشكلة، ولكن بفضل الحضور المباشر، يعني نستفيد كلياتنا من النقاش، من الأسئلة، من الإضاءات على نقاط معينة. يعني انا بستفيد من اسئلتكم ونقاشاتكم، وايضا اللي عم يسال بيستفيد، الزملاء واللي سمعوا السؤال كمان ممكن يستفيدوا. لذلك بفضل الحضور اكثر من مشاهده الجلسات المسجله. فباعتبار اللي عم سجل لعل هي رساله توصل للاشخاص اللي عم يسمعوا التسجيل لاحقا. طيب، رح نبدا عشان نكسب الوقت. نحكي اليوم تمام، مراجعه اكيد، يعني واحد حضر استفاد من مزايا الحضور اللي هي النقاش والسؤال والتقليب الفكرة. خلينا نقول ممكن واحد يفوته شغلة بحاجة لإعادة، بحاجة لتركيز، فاتته شغلة معينة بسبب مثلا مشاكل النت، أو إحنا كبشر بنفقد تركيزنا أحيانا، ما بنضل على نفس الوتيرة من التركيز دائما. فلهي الحالات بيكون التسجيل يعني مفيد، لذلك بشوف الحضور بعدين المراجعة من خلال الجلسات المسجلة أفيد بكثير من الاعتماد فقط على الاستماع للجلسات المسجلة. بكل الأحوال يعني الجميع الله يوفقهم يا رب، وهن كل واحد أدرى بظروفه وارتباطاته. طيب، نحن بالشابترز الماضية تعرفنا على بعض التوزيعات الأساسية اللي ممكن نشوفها بالإحصاء. تعرفنا على فكرة الـ random variable، المتحول العشوائي. حكينا على بعض التوزيعات وشفنا أنه في عنا توزيعات discrete منقطعة وcontinuous مستمرة. بالديسكريت كان في عندنا نوعين تعرفنا عليهم، مين بذكرنا شو كانوا؟ شو هن التوزيعين اللي تعرفنا عليهم بالديسكريت؟ الباينوميال وباسون، تمام. الكونتينيوس شو كان عندنا كمان نوعين تعرفنا عليهم؟ كمان في نوعين يعني الأكثر شهرة تعرفنا عليهم، اليونيفورم والإكسبونينشال، تمام الكلام. إذا هدول الأربع ديستريبيوشنز اللي تعرفنا عليهم في الشابترز السابقة. هلا أهم ديستريبيوشن والأكثر انتشارا بالحقيقة هو النورمال راندوم ديستريبيوشن أو النورمال راندوم فاريبل. هتعرف على النورمال راندوم فاريبل، المتحول العشوائي الطبيعي، والديستريبيوشن طبعا التابعي. ليش اسمه نورمال؟ لأنه من صوتهم الحياة كثير ظواهر موجودة بالحياة أو بالطبيعة. مثال مثلاً إذا أخذنا باعتبار دائماً عم نحكي عن أطوال الطلاب أو أوزان مجموعة أشخاص. نعم، لأنه شابتر كامل فمعناتها أنه هو مهم. كويس الربط لي. هي بالعكس، أنه عملوا له شابتر لأنه هو مهم، ولأنه فيه له شابتر كامل معناتها هو مهم. يعني القضية معكوسة شوي نوعاً ما. طيب، anyway. فالكثير ظواهر الطبيعة اللي بتصادفنا بتكون بالحقيقة هي تخضع للتوزع الطبيعي أو ما يشابه. هذا نسميه أحياناً الغاوسيان ديستريبيوشن، توزع غاوس، من هو اللي درسه عالم الرياضيات الألماني الشهير. وأحياناً نسميه أيضاً أو له تسمية ثانية هو النورمال ديستريبيوشن. النورمال راندوم فاريبل، لا، موضوع فكرة النورمال فاريبل صار الراندوم فاريبل كفكرة صارت واضحة بعتقد بالنسبة لنا، صار عندنا على أكثر من فصل، أكثر من شابتر، واليوم راح نكمل فيها. أما نحكي عن النورمال، شو كان معنى random variable؟ مين ممكن يذكرنا تذكيرة بسيطة؟ شو كان معنى متحول عشوائي أو random variable؟ انتوا بعتقد كل اسبوع في عندكم assignments، في عندكم discussion، في عندكم كذا شغله تساوي كل اسبوع. فيعني ما بنقدر نقول والله انه ما عم تدرسوا او ما درستوا، ما في مجال. كل اسبوع عندكم دراسه للشابترز عم تاخذوها. مجموعه من التوقعات قبل الحسابات. طيب، صحيح، هذا توصيف عام، توصيف شوي رياضي اكثر. مش ممكن نقول متغير ذو قيمه متغيره حسب القيم المختلفه، ولكل قيمه احتمال معين. تمام، هذا أقرب للرياضيات لألتراما. دالة رياضية التي تظهر نتائج تجربة عشوائية معينة
كمان صحيح، بحيث انه هي الداله شو بتساوي؟ بتقرن بين الاوتبوت او الاوتكم تبع التجربه مع البروبابيلتي تبعيتها. وبدنا هون ان احنا بالحقيقه ما نربط بين الاوتكم والبروبابيلتي مباشره، نربط بالاوتكم مع قيمه عدديه، بعدين هي القيمه العدديه نربطها مع البروبابيلتي اللي بتكون احتماليه وقوع الحدث اللي بيعطيني هذا الاوتكم او بيعطيني هذا العدد عفوا. يعني مثلا احنا المره الماضيه كنا ناخذ رمي 10 قطع نرد، فانا ما صرت اقول انه احتمالات قطع النرد، انما صرت اعد مثلا كم مره بيطلع لي هيد او كم مره بيطلع لي تيل. ممكن اذا ناخذ بشر نحكي عن لون العيون، فانا عندي الوان العيون مثلا اسود وممكن اخضر وازرق وبني وشهل وعسلي وما بعرف شو. فانا ما هيك راح اقول، انا راح اقول مثلا من خلال عين عشوائي معين مثلا كم مره راح يطلع لي كم عدد الاشخاص راح يكون مثلا لون عيونهم زرق. فانا بدي قيمه عدديه لحتى نقدر نعمل لها موديلينج بالتوزيع المناسب حسب طبعا الظاهره اللي احنا عم نشتغل فيها. هلا النورمال ديستريبيوشن او النورمال راندوم فاريبل ما بيختلف عن هي الفكره، ايضا بيضل هو راندوم فاريبل، هو مثل ما قلنا شوي الاهم. واحده من اسباب اهميته انه كل الراندوم فاريبلز تعرفت عليهم المره الماضيه ممكن تاويلهم او ممكن نعمل لهم ابروكسيميشن تقريب الى النورمال ديستريبيوشن. يعني انا في شروط معينه اذا حققها مثلا البواسون بعد بقول انه هذا معناته صار مطابق او مشابه للراندوم فاريبل النورمال راندوم فاريبل، وبالتالي بعد بدرسه هو كانه هو دراسه ظاهره تتبع للنورمال ديستريبيوشن. ايضا الاكسبوننشال ممكن بحالات معينه اشوف انه صار شبيه بالنورمال ديستريبيوشن الى اخره. فلذلك هو بيكتسب اهميته من انتشاره الكبير، وايضا من انه معظم الديستريبيوشنز الثانيه ممكن مثل ما قلنا تاويله او اعتبارها تقريبات لهذا الديستريبيوشن. المنحنى البياني تبعه وقت نرسمه ك فريكوانسي او دنسيتي، فريكوانسي بنحكيها كنا وقت لما نحكي على الديسكريت كنا بنحكي على شيء اسمه دنسيتي، فهو كونتينوس ديستريبيوشن النورمال. فعم نشوف انه شكله بيشبه شيء بنسميه البيل كيرف، هذا بيشبه الجرس، فشكله بيكون مشابه للجرس. طبعا ممكن يكون احيانا مو الجرس اللي احنا بنعرفه تماما. شو يعني مو الجرس تماما؟ انه ممكن يكون مثلا اعلى، يعني هون بيجيني مثلا انا بس ثواني يمكن ما شغلت برنامج الكتابه بس ثانيه. ممكن مثلا نشوف انه هذا البيل هيك متطاول اكثر، وارد. ممكن يكون بالعكس مثلا رايح بالعرض اكثر، يعني مثل كاني كومبريست او مضغوط نوعا ما، فكمان هذا وارد. فممكن يكون شوي في اختلافات بشكله عن الشكل الستاندرد او الشكل النظامي خلينا نقول. فبنشوف انه ممكن يكون شوي هيك ممتد للاعلى. يمكن لسه ما شغلت الكتابه. طيب فممكن مرات نشوفه مثلا هيك مثل ما كنت عم بقول متطاول للاعلى شوي، يعني مو كيرف تمام. ممكن بالعكس نشوفه انه رايح بالعرض للجهتين مثلا شوي اكثر لهون ولهون، هذا وارد. فبكون في عندنا شوي شكله نوعا ما مختلف عن البيل كيرف الستاندرد خلينا. لذلك نحن بالحقيقه رح نحكي اليوم عن تو نورمال ديستريبيوشنز، النورمال ديستريبيوشن العادي اللي هو بياخذ القيم اللي نحن عندنا اياها، وفي عندنا واحد ثاني بنعتبره الستاندرد، نعمل مثل تحويل ترانسفورميشن بين الاساسي وبين الستاندرد بحيث انه نعمل له نورماليزيشن. كلمه نورماليزيشن او ستاندرايزيشن بمعنى انه بصير في عندنا قيم واحديه، يعني بنعبر عنه بواحده المتغير تبعه. يمكن يكون الكلام ما كثير واضح، بعرف بس ناخذ المثال ناخذ الفكره توضح اكثر شلون يعني نعمل ستاندرايزيشن. في عندنا تعليق احتمالاته، نعم يعني قصدك انه ممكن ياخذ اي قيمه كقيم لل مو الاحتمالات قصدك انت بتحكي على السامبل سبيس، السامبل سبيس تبعه نعم هو ار، ممكن ياخذ اي قيمه ولكن كل ما ابتعدنا عن المركز بيقل احتمال، الاحتمال دائما احنا لازم يكون مجموع يساوي الواحد، يعني هذا عندنا الدنسيتي هذا هو البروبابيلتي، بينما هون هو قيم اكس. وبتلاحظين تاخذ ممكن قيم اكس موجبه او سالبه ما عندي مشكله، ممكن يكون بالطرفين. طبعا في بعض الظواهر يعني مثلا طول شخص ما عندي انا اطوال سالبه، يعني انه طبيعه المساله بتفرض انه القيم تكون عندي بمجال معين، ولكن هو كدال رياضيه او احصائيه عامه مثل ما شايفين بتكون السامبل سبيس تبع ار بما فيها طبعا القيم السالبه. النورمال
النورمال ديستريبيوشن اذا بدنا نوصفه كعلاقه رياضيه مثل ما كنا نستخدم ترميزات مع الديستريبيوشنز الثاني، فهون بنقول عندنا المتحول العشوائي اللي ممكن نرمزه مثلا اكس كبير، اتفق دائما الراندوم فاريبلز بنرمز لهم احرف كبيره، فبنقول انه هو يتبع للتوزيع النورمال طبيعي. نورمال النورمال حاسس في شيء غلط هلا انتبهت انا نسيان الام. طيب اذا هي نورمال تمام، واللي هو بيتوصف ب 2 باراميترز مثل ما كان عندنا سابقا بالديستريبيوشن اتعرفنا عليها 2 باراميترز، كمان هون في عندي 2 باراميترز ان الميو، شان الميو اللي هو الاكسبكتيشن فاليو اللي مثل المتوسط، اذا بنتذكر كنا نحكي بالديتا كنا نقول الميو هو هي المتوسط للبوبوليشن، بالديستريبيوشن ما عدنا نسميها المين صرنا نسميها الاكسبكتيشن فاليو القيمه المتوقعه، وسيجما هي كانت عندنا الستاندرد ديفيجن، ولكن لما باخذ انا المربع تبعها هي معناتها رح تصير عندي الفارينس، يعني بمعنى اخر النورمال لحتى نحن نعرف قيمه متحول عشوائي فانا رح اخذ نورمال يعني التوزع الطبيعي الذي الاكسبكتيشن فاليو تبعيته هي ميو والفارينس تبعه هو سيجما سكوير، وهذا بيشبه احد الديستريبيوشنز تعرفنا عليهم سابقا، كمان كان بياخذ هذول المتحولين، مين كان بياخذ قيمتين اللي هن الميو والفاريانس، يعني كنا نعبر عنه على اساس اكسبكتيشن وفار، مين كان بياخذ هيك هذول القيمتين؟ هن الديستريبيوشن مين متذكر؟ بالانسي كيف تلبس؟ بواسون طيب بواسون كان بياخد قيمتين لقيمة لمدة مثلا، كان في عنا إذا تذكروا توزيعين بياخدوا لمدة، واحد بالديسكريت واحد بالكونتينوس، وحتى كان في علاقة بيناتهم، مين هدول الاثنين اللي كانوا بياخذوا بس لامدا؟ اذا نتذكر ان نحن تعمدنا نستخدم لامدا بالثاني لانه هو بالحقيقه في ارتباط بينه وبين الاول، في علاقه بيناتهم، واحد كان بيعبر عن عدد خلال واحد الزمن، واحد بيعبر عن فتره زمنيه بين الحدث الاول والحدث الثاني. ايوه نعم الاسي ومين؟ الاسي وبواسون، فالاسي وبواسون هدول ايه؟ اثنيناتهم كان بيتم ترميزهم او التعبير عنهم من خلال باراميتر واحد اللي هو لامدا. تمام؟ فاذا معناتها مو هذا اللي عم بحكي عنه انا. طيب اذا قلنا الحين هون اللي بياخذوا لامدا كان هن بواسون والاسي. وفي عندنا بقيه اثنين، واحد اليونيفورم تمام؟ والباينوميال، مين برايكم كان بياخذ قيمتين؟ اليونيفورم كان قيمه واحده. دائما قيمته ثابته طالما هو ضمن مجال معين، فكان بياخذ قيمه دنيا وقيمه عليا. فمعناتها مين صفي عندنا؟ ما صفي غير الباينوميال، فاذا نتذكر الباينوميال كان بياخذ شكل مشابه لهذا الشكل، انه بتكون القيمه الاولى هي الاكسبوننشال سوري اكسبكتيشن فاليو، والقيمه هي بتكون الفارينس. هون نفس الشيء عندي كمان الفارينس، ولكن نعبر عنها على شكل سيجما مربع، وننتبه على شغله انه الفارينس هو سيجما مربع بينما السيجما هي الستاندرد ديفيجن، هذا الكلام بتعرفوه انتم من قبل، ولكن عم نبه عليه انه هلا في عندي شغله بالنسبه لار بخصوص هذا الموضوع. طيب راح ارجع عيد معاده بشكل عام، النورمال ديستريبيوشن قلنا هو التوزع الطبيعي اللي مثل اي توزع اخر، لما نوصف نحن راندوم فاريبل انه يتبع لهذا التوزع فراح اقول انه المتحول تبعي او الراندوم فاريبل تبعنا هو اكس حيث يتبع للتوزع الطبيعي نورمال. تمام؟ وين النورمال منهم؟ يعني شو هي البارامترز تبع هذا النورمال؟ هون في عندي 2 بارامترز، الاول هو الميو والثاني هو سيجما سكوير. شو هذا الميو؟ هي القيمه المتوقعه الاكسبكتيشن فاليو. اذا بتذكر رمز ميو نحكينا نستعمله سابقا مع لما نتعامل مع الداتا مع البيانات على اعتبار انه ميو هو المين او الافريج للبوبوليشن، هون بنسميه اكسبكتيشن فاليو، وهذا كلام كمان سبق حكينا قبل. يعني سيجما سكوير هي السيجما عاده رمز الستاندرد ديفيجن، مربعه هو كان رمز الفارينس، فمعناتها انا بعد بعرف اين التوزع الطبيعي او شو البارامترز اللي انا مستخدمها مع هذا التوزع الطبيعي من خلال تحديد قيمه ميو يعني الاكسبكتيشن فاليو
وقيمة السيجما سكوير يعني اللي هي قيمة الفاريانس. ليش طيب حطيناها سيجما سكوير ما كتبنا الفاريانس؟ يعني هذا رمز المستخدم، بس بدي ننتبه على شغله انه هو سكوير ما حطينا فار، انه هي سيجما سكوير. يعني في عندي لما نحكي كتوصيف رياضي باخذها مربعة، بس بعد شوي بلغة R رح شوف الوضع شوي مختلف، فهلا بننبه عليها بس نوصل ان شاء الله. تمام، وضحت الصورة. ليش استخدمنا E وVAR؟ كمفهوم ما بيفرق بينهم وبين الباينوميال، ولكن عندنا بالنسبة للترميز بالباينوميال بيكون نكتبون exponential، بس طبعا قيمته هناك بنحسب طريقة مختلفة، لأن ذاك كان discrete، هون كان عندي continuous. Normal distribution هو continuous distribution. فنحن كنا عم نقارن انه نفس الشكل، نفس خلينا نقول المنطق، انه باخذ الاكسبكتيشن فاليو وباخذ الفاريانس، ولكن عم برمز من هون ميو وسيجما سكوير. بالنسبه للباينوميال ناخذ ترميز الاكسبكتيشن فاليو كاي اكس يعني كانت ما هي، والفاريانس بكتب ايضا كفاريانس او فار. تمام، وضحت الصوره. حدا عنده مشاكل؟ هلا العلاقه الرياضيه مثل العاده قلنا بنذكرها، الكتاب عم يذكرها دائما، ولكن ما مطلوب مننا نعرفها. النورمال ديستريبيوشن اللي بيكون هو ميو سيجما سكوير. علاقة الرياضية هي E أس، هي exponential يعني E أس X ناقص ميو للتربيع على 2 سيجما سكوير بالسالب، والكل على تحت جذر 2 P أو 2 باي سيجما سكوير. يعني ممكن نكتبه نحن 1 على، هذا عادة بنشوفه بيكتب 1 على تحت جذر 2 باي سيجما سكوير، هاي سيجما سكوير تمام، مضروبة ب E أس سالب X ناقص ميو للتربيع، والكل بالقص طبعا، الكل اللي بالقص بقصد، على 2 سيجما سكوير. سيجما ما صارت كأنه نظامية، أيوة سيجما سكوير. تمام، هذا هو التابع اللي بيعطينا النورمال ديستريبيوشن، التوزع الطبيعي. طبعا احنا مثل ما ذكرنا ما نتعامل مع العلاقات الرياضية بالتفصيل، بتعامل مع توابع وين بلغة R. في عندي شيء اسمه الدي نورم، شلون كان في عندنا دي باينوم، دي مثلا يونيفورم، تمام الى اخره. كنا بنكتب دي بيعطينا الدنسيتي اللي هو تابع الكثافه، وبيعطينا لغه الار تعطينا اصلا بس عليه اعطيها المتحولات المطلوبه اللي هي بارامترز للديستريبيوشن مع قيمه اكس اللي بدي اياها تحسب لي هي البروبابيلتي او الاحتمال المطلوب. في سؤال من ليث عم بيقول يفرق بينه، لا سواء هذا جاوبنا عليه بعد، ويمكن معادلات الميو والفاريانس تتغير بين مين قصدك؟ بين ال يعني مثلا ما نحكي عن ديستريبيوشن هو ديسكريت وعم نحكي عن كونتينوس، هذا كان قصدك السؤال؟ اذا كان هذا قصدك نعم اتفقنا. اذا تذكروا بالديسكريت في عندي القيمه مضروبه بتكرارها على مجموع القيم، يعني عمليا مجموع، في عندي سيجما اذا نتذكر كان في عندي سيجما القيمه اللي هي مثلاً XI بالتكرار النسبي تبعه اللي هو FI، أو إذا باخد مو تكرار نسبي باخد F على N اللي ممكن نعبر عنه لما نحكي عن توزعات طبيعية إن هو مجموعة القيم XI ب PI، أو لما نحكي عن random distribution random variable أسف فهو X ب P. معلش ثواني شوي البرنامج بيقطع أحياناً. طيب هو إذا بنحكي معناتها لما x في p من المتحول العشوائي ياخذ القيمة xi، هون عندي xi وهي xi، يعني قيمة باحتمال، قيمة باحتمال بعدين مجموعهم، فكان عندي سيجما. بين وقت انتقلنا للكونتينوس ديستريبيوشن قلنا بدل المجموع شو صار عندي؟ تكامل. تذكر ناقشنا الفكرة وأخذنا مثل المستطيلات وكذا، بعدين إنه جمعناهم فصار في عندي عمليا فكرة التكامل. فبالكونتينوس ما في عندي مجموع، في عندي تكامل، وفكرة التكامل اتفقنا هي تعني المساحة اللي تحت المنحنى البياني. لذلك إذا كان المنحنى البياني تبعي سهل ممكن أحسب مساحة بدون ما أحتاج إني أعمل integration، ممكن أشوف إنه شكل المساحة اللي عندي مثلا الفانكشن المعطى شكله سهل فممكن أحسب مباشرة. طبعا بالنسبة للتوزيعات تبعيتنا يعني كلها شكلها ما خرج مساحة بنحسب مثلا بشكل مباشر هندسي، بدي تكامل. ولكن بحكي بشكل عام فكرة لما نحتاج حساب مساحة قد يكون عندك التابع مثلا هو تابع هنقول أو حسبناه والله لا في شيء استعملت استخدمه في الشكل الهندسي. لما كان عندي اليونيفورم، اليونيفورم كان عندي عبارة عن مستطيل
فكده أقول بس الطول العرضي ببساطة نحسب معي المساحة. بينما مثلاً إذا شان عم نحكي على الإكسبوننشال أو نحكي عن اليوم عن النورمال، فما في عندي شكل هندسي سهل، فبضطر إني ألجأ للتكامل. على كل حال موضوع الانتجريشن كمان إحنا نعزب حالنا فيه، وفي عندي R تعطي نتائج بشكل مباشر وبسيط. هلا إذا نأخذ مثال على إنه نحسب قيمة الاحتمال إنه الX كراندوم فاريبل يأخذ طول بين أو قيمة عفوا بين 0 والخمسة، بدي إياه أكبر من 0 وأصغر أو يساوي الخمسة. انتبه بس على شغلة إنه لازم يكون الطرف الأدنى يعني غير مشمول، يعني هو مجال إحنا عم نحكي بين 0 وخمسة، ولكن 0 مفتوح، يعني المجال اللي عندي حاليا هو صحيح بين 0 وخمسة، بس 5 مغلق وصفر مفتوح. تمام؟ هلا هذا شلون بدنا ناخده؟ نحن بالعاده عم نحكي عن مساحه، فبالمساحه مين كان التابع اللي بيعطيني الكوميوليتيف بروبابيلتي الاحتمال التراكمي؟ هو كان احنا عندنا تابعين بنتعامل معهم عاده، واحد كنا نسميه الدي نورم، الدي نورمال باعتبار نورمال عم نشتغل فيه، وفي عندنا الكوميوليتيف بروبابيلتي بيعطيني شيء اسمه البي نورم، نفس المره مروا معنا سابقا اذا تذكروا في الدروس السابقه. الكم سم صحيح كوميوليتيف، ولكن كوميوليتيف للقيم عم بجمعها، يعني كنا نستعمله مع الداتا لما كان عندي قيم منفصله، بينما بالتوزيعات عندي اسم التوزيع مثلا هلا هون بمثالنا نورم. تمام؟ فاللي بيعطيني الديستريبيوشن هو الدي، واللي بيعطيني الكوميوليتيف بروبابيلتي هو البي، فالبي نورم هو الفانكشن اللي احنا بدنا اياه. فلا معناته انا مطلوب مني احسب لمجال معين هو مثلا بين الصفر والخمسه، فبكل بساطة بقدر بطلب التابع اللي راح يعطيني هاي النتيجة. هاي بعض الأمثلة للتوزع الطبيعي، مثل ما كنا بقول من شوي، ممكن التوزع الطبيعي يكون شوي ممتد للعرض، هاي مثلا الأسود شايفين شلون هيك رايح للعرض ما فيه كثير ارتفاع، نوعا ما الأحمر هو الستاندرد، ليش ستاندرد؟ لأن شايفين قيمه 0 1، شو هاي 0 1؟ 0 هي الميو، تمام؟ والواحد هو الاس دي أو سيجما، ستاندرد ديفيشن. بينما الـ N الأسود شايفين شلون في عندي صار تشتت أكبر، توزع البيانات بعيداً عن المركز، بعيداً عن المين أو الميو. تمام؟ بالأخضر بالعكس في عندي تقارب أكثر، في تكثف أكثر للبيانات متجمعة أكثر حول المركز اللي هو سالب 3. هلا سالب 3 بس معناتها أنه المين هو صار نقطة سالبة، يعني انزاح شوي الحركة، الشكل كله تحرك نحو اليسار ما في مشكلة، بس لأعطاني دلالة أنه هو القيم متجمعة فوق بعضها بنقطة معينة أو مكان معين بمساحة صغيرة، هو الـ Standard Deviation. لاحظ الـ Standard Deviation صغير، فاقتربت البيانات أكثر من بعضها فتجمعت بمساحة واحدة، وبالتالي صار في عندي لنفس القيمة Frequency أعلى، خلينا نعتبره، وبالتالي صار في عندي Peak أعلى أو في تدبب أكثر بالشكل. فنوعاً ما مخطط البيانات ممكن يعطيني تصور عن طبيعة هاي القيم اللي بتهمنا اللي هي الميو وأيضاً السيجما. ما رح نعتمد طبعاً نحن على الشكل بالحسابات، في عندنا Function بتساعدنا، فكنا عم نحكي عن الفانكشن اللي هو البي نورم. هلا في شغله ممكن نطبقها بالار، او راح ارجع حتى قبل الار، في عندي بعتقد رسمه هذا الشكل الثاني ممكن كان، نعم في شكل قبله، هي مثلا هي الرسمه اللي انا بدي احسب فيها هلا المساحه اللي هي من الصفر الى الخمسه. شلون بدي احسب مساحه من الصفر للخمسه؟ ننسى موضوع الاحصاء، انا عندي مساحه وبدي اخذ تكامل للتابع. فانا في عندي فانكشن بتقدر تعطيني المساحه من اللانهايه، يعني من البدايه لعند هي، لعند القيمه هي اللي هي هون بالنسبه لنا 5. وكمان في عندي نفس التابع بقدر بقول له اعطيني مساحه من اللانهايه لوين؟ لعند القيمه هي اللي هي قيمه الصفر. مين هذا التابع؟ هو التابع اللي عم نحكي عليه اللي هو البي نورم. معناتها رح تحسب مساحه هي المظلله، شو بسوي انا بهالحاله؟ بقول معناتها تحسب لي مساحه البي نورم للخمسه، بعدين بحسب مساحه لعند البي نورم لعند الصفر، باخذ الفرق بيناتهم. فلذلك نجي نشوف انه طريقه الحساب لحتى نعرف احتمال مجال من القيم هو ببساطه نقدر نقول بي نورم للخمسه ناقص بي نورم للصفر. طيب شو الارقام الثانيه الموجوده مع هي الداله؟ هلا بنوضحها، بس مبدئيا عندي بحسب قيمه الاحتمال التراكمي او الكوميونيتيف بروبابيلتي لعند الخمسه ناقص البي نورم يعني الاحتمال التراكمي لعند المين؟ الصفر. تمام؟ طرحهم راح يعطيني القيمه اللي بدي اياها. طيب ليش اكدت على نقطه انه هون احنا عم نحسب احتمال لمجال صفر مفتوح خمسه مغلق؟ طالما نفس التابع ليش عم بقول وحده مفتوح وحده مغلق؟
قبل ما نحكي عن القيم الثانيه بعطيها الداله، بس ليش وحده مشموله وحده لا؟ مين عنده فكره؟ كيف استعملنا البي نورم فيهم والثلاثه؟ انسي القيمتين، هلا بنشرحهم. اعتبر مبدئيا انت شايف بس بي نورم 5 وبي نورم 0. صحيح اكبر واصغر تعال مجال مغلق، هو الفكره صحيح كلامك نعم، انه احنا عم نقول انه المجال انا بحسب احتمال المتحول العشوائي اكس لما بياخذ قيم اصغر او تساوي الخمسه واكبر تماما من الصفر، صحيح. بس سؤالي ليش نحن اخذنا انه اكبر من الصفر؟ ما صار مثلا اخذه هون اكبر او يساوي، ما بصير اخذه هيك مثلا؟ يعني انا كتبته هون مجال مفتوح لانه كان مثل ما ذكرت انعام من شوي انه هي اصلا عندها اكس كانت اكبر من الصفر، صحيح. بس هل بامكاني اخذه هون مجال مغلق ولا لا؟ بعدين شغله ثانيه انا لفتت نظري انه عم نقول طيب وحده مفتوح وحده مغلق، يعني وحده اكبر تماما وحده اكبر او تساوي، جينا ما استخدمنا الدالات شفناها نفسه بي نورم بي نورم ما اختلف معي شيء. ليث عم بقول ايه ممكن فينا، رام عم بتقول لازم تكون مفتوحه من طرف واحد بس، ليش؟ شو قصدك ما نرجع نحسبها مره ثانيه؟ معنا لما بناخذ القيم بالترتيب ما كثير ما بعرف يعني اذا فهمت عليك صح ولا لا. الفكره انه البي نورم اذا تذكر وقت نحن نحسب الدالات بالتوزيع السابقه اللي تعرفنا عليها انه وقت عم يحسب لي مثلا ضمن ساحه معينه مثلا بهذا الشكل، فلما بقول انا عندي القيمه مثلا 5 فهو عم بياخذ من الصفر لوين عفوا من اللانهايه من سالب اللانهايه لوين لعند الخمسه، الخمسه شو بتكون؟ انكلودد صح؟ يعني هي ضمنا ماخوذه بعين الاعتبار. لما بجي باخذ الصفر كمان نفس الشيء رح ياخذ من السالب لنهاية لعند الصفر ضمنا، يعني الصفر هون مشموله، مشموله بمين؟ بهي الحسبه الثانيه. فلما انا طرحتهم شو صار معي معناتها بهي الحاله؟ انا استبعدت الصفر، انا والصفر اصلا مشمول وين؟ بالجزء الثاني اللي انا عم بطرحه. لذلك فعليا ما تبقى معي هو احتمال بين الصفر والخمسه بس صفر مفتوح. رغد عم تقول ما عندها صوت، البقيه شلون وضع الصوت عندكم؟ الصوت تمام؟ راما تمام الصوت؟ رغد لسه الصوت عندك فيه مشكله ولا مش الحال؟ الباقي ايش وضع الصوت طمنونا؟ رجع تمام، مقطش شوي من اول المعادله ما كثير واضح، طيب اوكي راح ارجع على كل حال. الفكره نحن كان مطلوب مننا بالتمرين ما يلي، نحسب احتمال من المتحول العشوائي تبعنا اللي هو اكس كبيره ياخذ قيم من 0 الى 5، وقت انا عم بقول من 0 الى 5 كنت عم بقول انه نقصد بهذا الكلام انه اكس اصغر او تساوي 5 واكبر تماما من 0. شلون بحسب هاي العمليه؟ ببساطه بقدر بقول باخذ التابع اللي هو بي نورم للصفر وبي نورم للخمسة وبطرحهم بيطلع معي هذا الجواب. سؤالي كان عم ناقش انا فكره انه ليش عم باخذ الطرف الادنى اكبر تماما والطرف الاعلى اصغر او يساوي؟ هل يجوز اني اخذ انه يكون هون اكبر او يساوي، هون ممكن اخذه اصغر او يساوي او دون يساوي، بمشي الحال نغير بهذا الشكل. اللي كنا عم نقوله هو التالي، لما نحن بنحسب التابع البي نورم او اي تابع من توابع البي للتوزيعات الثانيه كنا بنحسبها اللي بيكون فيها تكامل، فتكون عم تحسب من البدايه اللي هي هون بمثالنا من سالب لنهايه حتى مثلا اذا اعتبرنا هي قيمه 5. فهو بيعطيني مساحه من اللانهايه، طبعا ما تنسوا انه هو لسه ممتد للانهايه ولكن يعني بشكل كثير صغير مقارب ما بيوصل للصفر تماما. فعم يعطيني المساحه هي كلياتها لحتى يوصل لعند الخمسه بما فيه الخمسه، يعني الخمسه انكلودد صح؟ طيب لما باجي بقول له احسب لي كمان للتبعيد الصفر هي البي نورم الصفر، فشو بكون شملت انا بهالحاله؟ كمان من لا نهايه لعند الصفر. طيب لما بطرحهم الصفر انطرحت ولا ما انطرحت؟ يعني احتمال انه الاكس ياخذ صفر تماما انطرحت ولا ما انطرحت؟ انطرحت صحيح، لانه هي مشموله ضمن هي الحسبه. لذلك معناتها ما تبقى معي، يعني وقت عم بحسب فرق من هذول الاثنين بالحقيقه هو فرق او احتمال انه يقع المتحول العشوائي اكس تبعنا ضمن هذا المجال،
من بعد الصفر بمقدار يعني جدا ضئيل حتى الخمسة بما فيها الخمسة تماما. وضحت الفكرة؟ ليش؟ انه عم نعتبر انه طرحنا هدول يساوي المجال من صفر بدون قبول الصفر، يعني مفتوح من الصفر ومغلق من الخمسة. بهي المعادلة قصدك المعادلة تبعت R عم تسأل لي انه نحذف الصفر؟ نعم، هو ضمناً عم ينحذف معي نتيجة الصفر. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا النورم، عفواً البي نورم بيعطيني من الناقص لنهاية لعند القيمة المعطاة، فمعناتها انحذفت الصفر هون، فمعناتها شو تبقى عندي؟ من الصفر، عفواً من الخمسة إلى ما قبل الصفر بشوي. ما قبل طبعاً أنا بفترض أنا نازل بنزول من الخمسة باتجاه الصفر. تمام؟ وضحت فكرة للكل؟ طبعاً بالحساب بيطلع معنا قيمة عددية ما، ممكن هلا نجربها على R ونشوف النتيجة. فإذا جينا هلا على الـ R راح نقول إذا بدي أنا P norm، لاحظ P norm شو عم يعطيني؟ بده مني ثلاث قيم. أول شيء Q أو X اللي هي قيمة المتحول العشوائي اللي بدي إياه، بعدين المين الستاندرد ديفيشن، عفوا المين اللي هو الميو عندنا إياه، ولاحظ الستاندرد ديفيشن بـ R إذا ما بده منك سيجما سكوير بده منك سيجما، هون الالتباس ممكن يصير. بالتوصيف الرياضي وقت نعرف نحن تابع او بنعرف توزع طبيعي بنقول انه هو مرتبط ب ان ميو قيمتها كذا وسيجما سكوير قيمتها كذا. لا راما، بكل التوابع البي عم يعطيني مع القيمه اللي عم باخذها، بس كوني طرحت واحده منهم طرحت مو دائما بكون اول قيمه. اذا كنت عم بحكي مجال نعم اول قيمه بتكون ساعتها مستبعده او مطروحه غير مشموله، لما بطرح قيمتين بس عم باخذ بس لعند الخمسه فهو معناته من سالب لنهايه لعند الخمسه، فالخمسه ضمنها. اما اذا في طرح فتبعيه المطروح رح تكون انه مستبعده صحيح. بس رح ارجع اكد على فكره انه تابع البي نورم بالار بده منك ثلاث شغلات. شو هن؟ اول شيء قيمه اكس اللي انت بتبحث عنها، اليوم بمثالنا كانت خمسه مثلا، تمام؟ القيمة الثانية هلا بقى بيانات أو الباراميترز تبعيد التوزع الطبيعي اللي يتبع له الـ X هذا الـ random variable. شو هو التوزع الطبيعي اللي حنا نستخدمه؟ فيه ميو تساوي كذا وفيه standard deviation تساوي كذا. يعني نحن بالعادة وقت كنا عم نقول كترميز رياضي بقول N، خلينا نقول قبل N بقول كنا نقول X يتبع التوزع الطبيعي نوصفه بميو وسيجما سكوير، وأكدنا على فكرة أنه هو سيجما سكوير اللي هو الفاريانس. بس وقت رح اجي اعوض ب R ما بعوض هيك، بعوض R هي P norm. شو بعطيه؟ قيمة X صغيرة، يعني قيمة المتحول العشوائي اللي بدي او القيمة رح ياخذها المتحول العشوائي انا بقى عم دور عليها او بحسب احتمالها، بعدين ميو نفسها اللي تبعية التوزع، بعدين سيجما مو سيجما سكوير. تمام؟ صحيح سيجما سكوير هي الفاريانس تماما، بس اللي رح تعطيه بال R هو سيجما، يعني هو ستاندرد ديفيشن. لذلك لاحظتم شوي اذا برجع هلا للار، لما كنت عم بكتب هون تابع بالار مثل ما اتفقنا سابقا بيعطيك شويه مساعده، هاي بي نورم تمام. لاحظ اعطاني تلميح في هند طالع، شو عم بيقول لي؟ بده مني حاليا بده الكيو القيمه رح ياخذها الراندوم فاريبل، اوكي. بده المين تعطيه ميو كمان، اوكي ما في مشكله. بعدين شو بده؟ لاحظ اس دي ستاندرد ديفيجن اللي هي سيجما وليس سيجما مربع. بأول قسم مكتوب سيجما مربع، قصدك أول قسم لما عم نحكي التوصيف الرياضي؟ نعم، ما زال عندنا الكلام. باستخدامنا بالتوصيف الرياضي بحل المسائل لما عم تكتب أنت ورقة وقلم بتوصف المتحول تبعك الـ random variable تبعك على أساس أنه يتبع توزع طبيعي توصيفه كذا، ميو تبعيته هيك. يعني مثلا رح نقول هلا بمثال عم اشتغل تبع فيه N الميو كانت 2 والـ variance، لاحظ بقول variance يعني سيجما مربع 9. هذا التابع لما بدي استخدمه هلا بالار شو بعوض؟ بعوض 2 و3 وبعطيه القيمه اللي بدي اياها مثلا 0.5 او 5، خلينا نقول 5.2.3. فلاحظوا شو عوض؟ 2 3، انه حسب لي قيمه احتمال ياخذ هذا التوزع صفر، علما انه ميو هي 2 وستاندرد ديفيجن هي 3. نفس الشيء هون، احسب لي احتمال ياخذ المتحول العشوائي تبعي قيمه 5، علما انه المتوسط هو 2 والستاندرد ديفيشن نرجع نقول مره ثانيه هو 3. هذا بالار. اما بالتوصيف الرياضي وقت نحكي عن التابع التوزع الطبيعي بشكل عام فشو بنقول؟ نفسه هذا اللي عوضته هون هذا بنعتبره وينه هون؟ لاحظ اكس عندي يتبع
توزع طبيعي هو 2.9. تمام؟ وضح الصورة؟ هذا الالتباس كنا عم نبه عليه من البداية إنه ما تخربطوا. نحن كرياضيات أو كإحصاء نحكي X يتناسب مع نورمال 2.9. وقت راح أجي عوضه بـ R ما راح أحول 2.9، راح أحول 2.3. عوض 9 مع تصار بالنسبة للـ R الستاندرد ديفيجن 9، وبالتالي الفارينس صار 81، فراح يعطيك نتائج مختلفة تماما. وضحت الصورة؟ نجي هلا على الـ R نعوض. خلينا نبدأ نرجع للمثال بعدين نرجع لـ لـ R ونعوض. إذا نورمال نحسب مثلا الخمسة كما بنقول الـ expectation value عندي هي 2، والـ standard deviation برجع بأكد هون بدي standard deviation هو مثلا 3، فانتر عطاني قديش الاحتمال. هلا كمان P norm للصفر ايضا الـ expectation value 2 والـ standard deviation هو مثلا خلينا نقول 3 نفس المثال السابق. هلا اذا ناخذ طرح هذول 2 بيطلع معي الجواب، وكان ممكن طبعا اعملها مره واحده راسا او الخمسة ناقص P norm اللي هي 0.2.3. بالحاله الاولى انا شو حسبت معناتها؟ اول حاله اول تمرين بي نورم 5.2.3 شو اعطاني؟ شو احتمال اني احصل على قيمه المتحول العشوائي من سالب لما لا نهايه حتى الخمسه؟ علما انه الاكسبكتيشن فاليو عندي هي 2 والستاندرد ديفيجن هو 3، فقال لي احتمالها هو 84% تقريبا. الثاني عم بيحسب 0.2.3 عم يسأل يعني معناته نحن شو احتمال من المتحول العشوائي تبعنا ياخذ قيمه من سالب لا نهايه حتى الصفر، يعني هذا المجال كله انا بحسبه. فعلما انه الاكسبكتيشن فاليو هي 2 والستاندرد ديفيشن هي 3، فقال لي تقريبا 0.25. هلا شو احتمال انه الراندوم فاريانت تبعي ياخذ قيمه ضمن المجال من 0 الى 5؟ علما انه انا بعرف بذهني لحالي انه 0 مفتوح و5 مغلق، فهو عم يعطيني الجواب اللي هو 0.588 يعني تقريبا نقدر نقول 589. اذا اخذنا 3 منازل 20 فبنقدر نعتبره هو 589. وضحت الفكره؟ ماشي الحال؟ في شيء اشكال؟ تمام الامور؟ وين ممكن اصادف في النورمال ديستريبيوشن؟ هذا المثال عم حله معك. تمام اوكي. فوين النورمال ديستريبيوشن بنصادفه؟ بكتير مثل ما عندنا مظاهر طبيعية، بعض الأمثلة مثلا الـ IQ test are popular and controversial mean for measuring intelligence، إنه الـ IQ هو اختبار لقياس الذكاء، طبعا هو كثير إشكالي مو بس controversial، كثير فيه مشاكل، يعني بأحسن الأحوال إذا وعد بشكل علمي وصحيح ومنهجي فهو بقيس نوع من أنواع الذكاء، الذكاءات البشرية متعددة في عندنا أنواع لها، فهو بيختبر فقط جانب واحد، لذلك ما كثير تعتمدوا عليه يعني حتى تقيموا قدراتكم او ذكائكم بين قوسين ما تعتمدوا على اختبارات الاي كيو. هذا برجع بقول اذا عم نحكي عن اختبارات اي كيو معموله بشكل منهجي وعلمي، اما اللي بتشوفوه على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المجانيه معظمهم بيكونوا يعني معمولين بشكل قد ما يكون منهجي او ما يكون صحيح. anyway ما هو موضوعنا هلا علم نفس او تربيه. فاختبارات الاي كيو هي بغض النظر عن المشاكل فيها هي اختبارات قيمه تتبع التوزع الطبيعي، يعني نقدر نقول نحن متوسط الاي كيو للبشر هو مثلا 120، والانحراف المعياري لمجتمع معين ممكن نقول بدوله معينه مثلا هو 10، فمعناتها بهالحاله انه القيم تتوزع حول هذا الانحراف المعياري. لما بقول انا متوسط الاي كيو للبشر بهالدوله او بهالمجتمع هو مثلا 120، لا يعني كل الناس عندهم 120، يعني ممكن الاقي واحد 180، ممكن الاقي واحد 200، ممكن الاقي واحد 50 40، بس كل ما بعدنا عن القيمة الوسطى شو راح يصير حسب الشكل اللي شايفينه من شوي؟ إذا نرجع مثلا لهذا الشكل بغض النظر عن المنطقة المظللة هاي، فعندي قيمة هي الوسط اللي مثلا اعتبرها لأنه 120، فلاحظ معظم القيم تكون في جوار ال 120. راح الصوت؟ هلا الصوت تمام؟ لا لسه في مشكلة؟ راما تمام اوكي. فكنت عم بحكي عن مثال انه الاي كيو اختبارات الاي كيو على مشاكله وعدم يعني دقتها، نحن اذا اخذناها كمثال احصائي فانا بقول مثلا في مجتمع معين متوسط المين يعني للاي كيو لهالبشر او لهالمجموعه في المجتمع اللي عم بحكي عنه هي مثلا 120، فمثل هذا الشكل قدامي بقدر بعتبر انه هون المركز هذا وين واصل عند ال 120،
والستاندرد ديفيشن مثلا بقيمه معينه ونفرض مثلا 50 30 40 حسب طبعا المجتمع، خلينا مثلا 40، فمعناته انا بشوف انه في عندي ناس 120 راح يكون الاي كيو تبعهم، ممكن يكون في 130 وفي 110 اكيد، في 140 وفي عندي مثلا هون ايضا 100 وهكذا. ممكن الاقي واحد مثلا 200 نعم، ممكن الاقي واحد ذكاء او الاي كيو تبعه مثلا 40 كمان نعم. بس شو بيصير؟ كل ما بعدنا عن المركز عن المين، كل ما بيصير في عندي احتماليته اقل، كل ما بتقل الاحتماليه. الصوره متاخر عن الصوت. طيب ما بعرف يعني يبدو النت اليوم فيها مشاكل. اوكي هلا صارت الامور تمام. مثلا راح اكتب هون شغله صغيره مثلا ليث. هلا ليث قريتها وكتبتها مع بعض؟ نعم ممكن اعتبرها قيم متطرفه تمام. هلا موضوع القيم المتطرفه انه نحن ناخذها بالاحصاء او لا، هي مثل ما كنا نحكي اذا كان اصدقاء مع الاوتلايرز فكان في عندنا معيار. هلا رح نحكي عنه مره ثانيه ونشوف امتى بعدين بعتبر هذول القيم متطرفه يعني خارج الحسابات انه صارت اوتلايرز او لا. في كان معيار حكينا عليه اذا بتذكروا الانتركوال كوانتايل رينج الاي كيو ار، ونضرب 1.5 ونضيفه للقيمه الكبرى والصغرى. فهلا رح نشوف هذا الامر مره ثانيه رح نحكي عنه تمام الامور. اوكي فهذا مثال. مثال ثاني مثلا اللي كنا نستخدمه سابقا طول البشر ممكن اوزانهم هيك للتوازن الطبيعي. ايضا في عندي any measurement that produced as a result of the combination of many independent influencing factor is likely to cause the normal distribution. For example, the height of a person is influenced both by genetics and by the environment in which that person grew up. فبيقول لي مثلا معظم الظواهر اللي بيكون في كذا عامل بيأثروا عليها او بيتحكموا بقيمتها على الاغلب هي رح تتبع التوزع الطبيعي. مثال عم نحكي الطول. الطول اللي بيتحكم بطول الشخص كثير عوامل، الغذاء اللي بيتغذى، البيئه اللي بيعيش فيها وبينشا فيها او بيكبر فيها، المورثات اللي عنده منين جيته ومدى قوته والى اخره. ففي كثير عوامل بتحدد انه هذا الشخص راح يطلع طوله 180 او 170 او 150 الى اخره. لذلك هذا العامل او هاي القيمه اللي هي الطول راح نشوف انها تتبع التوزع الطبيعي. هلا في عندنا تعديل خلينا نقول موديفيكيشن بنساويه على ترانسفورميشن بنسميه على النورمال ديستريبيوشن اللي هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. الفكره انه بدل ما نحن نجي ناخذ النورمال ديستريبيوشن مثل ما هو نعمل له ستاندرايزيشن. شو مقصود بالستاندرايزيشن؟ يعني احوله بحيث انه يكون المركز تبعه هو الصفر. اذا برجع شو مثلا الشكل السابق هاي الرسمه كنا عم نشتغل فيها سواء هدول لاحظ مثلا هذا الاخضر شو مشكلته؟ مشكلته انه منزاح لوين؟ لقيمه سالبه، يعني المركز تبعه هو بالقيمه اللي هي سالب 3 بعتقد نعم هون سالب 3. ممكن اذا جينا على هذا ايضا رح نشوف انه المين تبعه هو بعتقد هون ممكن نشوفه يمكن 2 او 3. قديش كان المين هون عم ناخذه؟ 2 نعم هذا المثال كان عم نشتغل فيه 2 كان. فهون رح نشوف انه عند الاثنين هي مثلا 1 2 3 4 5. فهو هون عند الاثنين رح يكون في عندي محور التناغم. طيب شو رايكم نحن نزيح هذا الشكل بحيث انه يصير التناظر تبعه او محور التناظر تبعه هو الصفر. هلا الازاحه هي ما بتتضمن انه بس انا اجمع او اطرح القيم. طيب بسيطه اللي حكيته بس هلا عم نحكي عن فكره انه بدنا نعمل شيء اسمه ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. حكينا على شيء اسمه نورمال ديستريبيوشن اوكي. هلا بنعمل شيء اسمه ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، يعني رح نعمل ستاندرايزيشن لهذا النورمال ديستريبيوشن اللي كنا عم نتعامل معه. الفكره ممكن نشوفها على الرسمه مبدئيا، يعني في عندي انا هذا الرسمه او هي الرسمه اللي بتمثل نورمال ديستريبيوشن. المركز تبعه او خلينا نقول محور التناظر اذا عم نحكي عن رسمه، هلا تمام مور شايف الصوره لايف؟ اذا عم نحكي عن هي الرسمه فانا بشوف عندي منحني بياني محور التناظر تبعه هو الاثنين، لاحظوا عند الاثنين اللي على اليسار مثل اللي على اليمين، فصار هو بالنسبه لي محور تناظر. هلا اللي رح ساويه انا اني بدي ازيح هذا المحور التناظر لحتى يجي وين؟ عند الصفر. بس كلمه انه نزيح محور التناظر لا يكفيني انا والله بس احرك المحور هذا تحتيني واعتبر مثلا عند الاثنين صارت صفر وازيح كل القيم التاليه، لا بدي يصير في تعديل بالقيم اللي هي
على المحور هذا، لأنه هي أصلاً هي قيم random variable، ما ننسى هي ما هي إحداثيات x و y، وهذا بحرك على كيفي، هي قيم ل random variable، وبالتالي ما بدي أغيرها إلى صفر لازم يصير في تعديل عليها، بحيث إنه أيضاً المساحات اللي فوق ما تتغير. يعني لما عندي كان مثال احتمال بين الصفر والخمسة، في احتمال معين حسبناه يمكن شوي كان 589 0.589 أصل، فيفترض على التعديل الجديد القيمة تبعيت صفر والقيمة تبعيت خمسة الجديدة لازم تتغير، بحيث إنه يرجعوا يعطوني القيم الجديدة احتمال نفسه. تمام؟ طيب ليث، إذا عبدالله المشكلة عندك، أنا حاليا ما بحرك الصورة، الصورة نفسها ما هي هي، بس بكتب عليها شوي. إذا عبدالله عندك نفس المشكلة يعني والبقية ما عاد يشكو، فممكن تجرب تطلع وترجع تدخل. طيب إذا كنا عم نقول إنه أنا بدي أعمل standardization لهذا المنحني بحيث إنه يكون مركزه بالصفر، بس مثل ما كنا عم نقول موضوع إنه نعمل مركزه بالصفر لا يعني أنا فقط أزيح محور الإكسات، لأنه دول عبارة عن قيم لمتحول عشوائي. فبدي ألاقي صيغة من خلالها أقدر أعمل تحويل على هي الرسمة بحيث إنه تصبح standard. وأهم شيء بدي أحافظ عليه مثل ما قلنا هو موضوع إنه المساحة تحت المنحنى البياني من قيمة أولى لقيمة ثانية تظل هي نفسها، يعني بمعنى آخر تظل الاحتمالات نفسها، ما يصير في عندي تعديل على هاي الاحتمالات. هذا التحويل هو اللي بنسميه الزد سكور. إذا رح نحسب نحن هلأ بدل البي اللي هي كانت بالنسبة لنا البي شو تمثل؟ الاحتمال. هلأ بدنا نحسب شيء اسمه زد سكور. شو هو الزد سكور؟ هو القيمة الجديدة اللي رح تصير لقيمة قديمة عندك إياها لإكس، بحيث إنه مثل ما قلنا تضل الاحتمالية نفسها. يعني على سبيل المثال أنا كان عندي قيمة قديمة اللي هي الصفر، تمام؟ اللي كانت عم نحكي نحن عن قيمة إكس بشكل عام. خلينا نجهز هاي المعادلة عشان ناخذ بس القيم. فأنا بقول الصفر القديمة بدي إياها تضل صفر، لذلك رح أقول أنا عندي وبدي أحركه باتجاه بحرك المين، فمعناتها لازم أضيف قيمة 2 وأضرب هاي الزد اللي بدي أحسبها بقيمة الستاندرد ديفيشن، بحيث إنه يطلع معي بالأخير الصفر. طبعاً المجهول بهالعملية مين هو؟ هو الزد. لذلك كمان بقول كخلاصة الزد شو بنساوي إذا حبينا نحسبها بهاي المعادلة أو مثل ما حسبها هون، هو قيمة إكس اللي عندك إياها ناقص الاثنين اللي هي كانت الميو على مين؟ على الستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما. بهالعملية التحويل شو بنكون احنا ساوينا؟ بنكون ضمننا انه المنحنى البياني الناتج، تمام؟ بنضل محافظ على خصائص المنحنى البياني القديم، ليس بالضروره نحافظ على شكله، لما يطلع لنا اول شيء رح نعمل له ازاحه لمحور التناظر تبعه، ورح نعمل ايضا تعديل على شكله بحيث انه يصبح مثل الشكل الطبيعي. ولكن رح ضل محافظ مثل ما قلنا على موضوع الاحتمال اللي عندي اياه. معناتها اذا بدنا نلخص هلا احنا رح نحول النورمال ديستريبيوشن العادي الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، الى نورمال ديستريبيوشن نظامي اللي هو الستاندرد. شلون بتتم هالعمليه؟ من خلال نحسب شيء اسمه الزد سكور. شو هذا الزد سكور؟ هي القيم الجديده لاكس اللي هو المتحول العشوائي، بحيث انه شو بحسبها؟ قيمه اكس القديمه بطرح منها ميو، بقسم الناتج على سيجما اللي هو ستاندرد ديفيشن، بكون حسبت قيمه الزد لمين؟ للإكس اللي كانت عندي إياها. على سبيل المثال باعتبار نحن مثال حليناه من شوي كان على الصفر والخمسة، فخلينا نشوف إنه عندي أنا كان صفر وعندي خمسة، هدول قيم إكس، تمام؟ إكس تساوي إكس تساوي. على حسب هذا الكلام زد الجديدة لازم نشوف تساوي، خلينا أرمز لهون زد صفر، يعني زد تبعيت الصفر لازم تساوي صفر ناقص اثنين الميو على ثلاثة، يعني تساوي رح اكتبها تحت معلش، يساوي سالب 2 على 3. ولما 5 كمان رح يعطيني انه بعد بقول الزد تبعيت الخمسة تساوي 5 ناقص 2 على 3، يعني تساوي 3 على 3 1. معناتها اذا هلا برسم انا منحني بين توزع طبيعي جديد بحيث انه يكون الميو فيه هو صفر، رح تصير عندي اللي كانت قيمته صفر رح تصير عند السالب 2 على 3، واللي كانت قيمتها عند الخمسة لازم تصير قيمتها عند الواحد. زد هي رح تصير تدريجة جديدة راما، يعني أنا بحسب زد مشان أعمل تدريجة جديدة للشكل المنحنى البياني تبعي بحيث إنه يطلع الشكل ستاندرد، يطلع يعني
أظن في رسمة له يطلع هاد. تمام؟ لاحظوا هذا شو وين مركزه؟ صفر. وقديش الستاندرد فيجن تبعه هون؟ واحد. الصوت كثير عم يقطع، ما بعرف للأسف اليوم النت كأنه ما هي مستقرة. طيب هلا تمام الصوت، يعني بس حسيت انه قطع لدرجه ما عاد تقدروا تسمعوا او تفهموا الفكره بشكل جيد، نبهوني ممكن ارجع عيد. يعني للاسف طالما النت ما مستقره ما رح نقدر نساوي شيء. اوكي وضحت الفكره؟ معت المشكله من عندي والله، كانه في تاخر بارسال او البث الصوره، طالما نفس المشكله كانت عند ليث. ليث لما طلعت ودخلت انحلت المشكله ولا نفس القصه لساتها؟ طالما طلعت ودخلت يعني التجربة فادت ولا ما فادت؟ ما فادت. هو موجود الصورة عندهم راما بس بصير تأخير، مثلا بحكي وبقول اني رسمت وكتبت كذا بكون خلصت حكي لبين ما تطلع عنده الرسمة اللي رسمتها او الكتابة اللي كتبتها، بصير تأخير. في تأخير هذا اللي عم بصير عندك ولا لا؟ عم تكون في توافق بين كتابتي على الشاشة مثلا وبين او تحديث الصورة بشكل عام، بين تحديث الصورة وبين الرسم وبين الصوت. يعني مثلا عم بكتب، انا حاليا بكتب احصاء، حاليا انا بقول كلمة احصاء بكتبها على الشاشة، هل طلعت معكم او شفتوها وانتم عم تسمعوها ولا لا؟ في وحدة تأخرت على الثانية. في تأخر. تمام، ما تبين مشكلة بالنت والله. طيب أكيد إذا في أفكار ما كانت واضحة اليوم كفاية بنراجع إن شاء الله بالجلسة بكرة. كمان التسجيل ممكن يساعدكم إذا قدرتوا تحضروا، التسجيل ما بظن رح يكون في تأخير، التسجيل رح يكون عندي فبتكون فيها الإشكاليات. طيب فإذا الهدف من رح نتابع وبرجع بقول نبهوني إذا صار في انقطاع بالصوت أو مشكلة درجة إنه تعيق الفهم، نبهوني عليها. الفكرة من اللي عم نسويه حاليا انه نحول النورمال ديستريبيوشن العادي مثل هاد الى نورمال ديستريبيوشن ستاندرد نظامي، بحيث انه شيء يصير فيه يكون اول شيء مركزه صفر والميو تبعه رح تكون بهالحالة هي الميو عفوا هي صفر، قلنا المركز تبعه صفر والستاندرد ديفيجن هو الواحد. بس بدي احول بهالحاله مع تقييم الاكس اللي عندي اياها هي ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، بدي احول قيم الاكس تبعيتي الى قيمه جديده. شو هي القيمه الجديده؟ رح نسميها زد او زد سكور. شلون بدي احسبها؟ نحسبها وفق الصيغه اللي كتبتها من شوي. قيمه الزد الجديده تساوي الاكس القديمه تمام ناقص ميو اللي عندك اياها للتوزع الطبيعي على سيجما اللي انت ايضا بتعرفها للتوزع الطبيعي. فنحن شو عم نسوي مع تبع الحاله؟ مثل ما قلنا عم نغير بهذا التوزع الطبيعي لحتى يصبح ستاندرد. لما يكون في عندي المركز صفر والستاندرد ديفيشن واحد هذا اللي بيكون هو الستاندرد، اللي هو بنحكي توزع طبيعي يعني قياسي يكون بهذا الشكل. فبنحول القيم الاكس تبعتنا الى زد. شو هي الزد؟ قيمه جديده انا من عندي عم بعطيها عم عرفها بحيث انه تعبر عن الاكس ولكن وفق الاحداثيات الجديده. خلينا بعد شوي عند احصاء عشان توضح الفكره اكثر. إذا أنا في عندي جملة إحداثيات X و Y ورسمت مثلا قطعة مستقيمة، مثلا هي إحداثياتها خلينا نقول 2 وهي مثلا هون خلينا نقول 4 تمام، وهون على الواي خلينا نقول هي مثلا 3 وهي مثلا ما كثير أعلى منها خلينا نقول 4 تمام. أوكي هي قيمة X و Y، فأنا هون في عندي X وعندي Y. طيب هلا أنا بدي أعمل تغيير في جملة الإحداثيات، يعني بدي أحرك جملة الإحداثيات. مرة معكم شيء اسمه تغيير جملة الإحداثيات؟ مرة معكم شيء سابقا تغيير جملة الإحداثيات أو تحويل جملة الإحداثيات؟ مرت معكم سابقا؟ يعني بتشبه الإزاحة. نعم الإزاحة بنكون عم نحرك الشكل نفسه، بنكون بنحرك جملة الإحداثيات نفسها بحد ذاتها. أوكي طيب فشو راح يصير بهالحاله؟ زيد انا اعتبرت هلا بدي اعمل جمله احداثيات ثانيه راح ارسمه بالازرق وليكن تصير هيك مثلا.
اي تمام رامي نفس المبدأ صحيح. هيك صارت تمام. لاحظوا هلا هاي النقطة كانت باللون الأحمر، يعني باللون الأحمر عم بحكي معك على الجملة القديمة. شو كانت إحداثياتها؟ إكساتها 4 وياتها قديش؟ 3. هون النقطة كانت عندي 0-0. الصفر صفر هاي انزاحت لحتى صارت هون. هلا صفر صفر بالإحداثيات القديمة لازم تكون أو بالمبدأ اللي هو هون لازم يصير نفسه اللي هو هون، ولكن لأ أنا صار في عندي إزاحة بالجملة كلها. فبدي أعبر عن النقطة هاي الحمراء بالجملة الحديثة، بعدين ألاقي تقابل بينها وبين الجملة القديمة. يعني مثلاً لو جيت أنا هون بالأزرع اللي عم بحكي، هاي طبعاً عندي إياها صفر صفر. هون قديش إحداثياتها؟ خلينا نقول حسب تقسيمات التحت يعني تقريباً هي 2 مثلاً، خلينا نعتبرها إنه هي 2، فهي النقطة معناتها هون صارت عندي 2، وبالنسبة للواي كمان 2. هلا أنا في عندي نفس النقطة إحداثياتها بالجملة الحمراء هي 4، وإحداثياتها بالجملة الجديدة الزرقاء قديش؟ 2. معناتها أنا شو سويت؟ حركت مثل ما ملاحظين جملة إحداثيات باتجاه اليمين 2، ففعليا نقصت الإحداثيات اللي عندي على الإحداثيات الجديدة بمقدار 2. معناتها بعد ما أوصل لنتيجة إنه إذا بدي أقول الإكس فتح، عفوا الإكس فتحة اللي هي إحداثيات جديدة يعني خلينا نعتبرها، شو تساوي؟ تساوي الإكس القديمة ناقص 2. فلو في عندي نقطة ما، أي نقطة مثلا نقطة أحسمها بالأحمر كمان وليكن هون مثلا، نحاول نكبر الإكس شوي مثلا أكثر، وليكن هون إكساتا إذا نفس التدريج 6 بتطلع شيء 7 مثلا. فهي النقطة الحمراء إحداثياتها بالجملة الحمراء هي 7، ممكن كمان نقول 7 مثلا تمام. هاي النقطة شو راح تكون إحداثياتها بالجملة الزرقاء؟ حسب اللي حكينا إحداثياتها الجديدة تساوي إحداثياتها القديمة اللي هي 7 ناقص 2، فبيطلع معي إنه تساوي 5. إذا جينا قارنا هون نزلتها هي بطلع إنه زي 2 3 4 5 تقريبا، طبعا مع اعتبار عدم دقة رسم يعني. فإذا أنا شو عم ساوي معناتها؟ نفس النقطة عم عبر عنها بجملة جديدة. هلا هاي الفكرة صارت واضحة عندكم؟ في شي مشكلة حولها؟ في شي مشكلة على إنه على فكرة إنه نفس النقطة ممكن يكون لها أكثر من قيمة؟ وإذا ما كثير وضحت جملة إحداثيات إنه شلون في أكثر من قيمة نفس النقطة، مثل أنت مثلا واقف في الشارع ممكن تقول بعدك عن الجدار 3 متر وبعدك عن زاوية الشارع مثلا، أو خلينا يعني عشان ما تفكروا زاوية الشارع صارت غير جهة، افترض إنه أنت بعدك عن المحل اللي أنت واقف قدامه هو صفر، وبعدك عن محل على نفس الصف على نفس الرصيف ولكن لسه شوي لقدام 3 محلات 4 محلات، فبعدك أصلا صار 10 متر. فشلون نفس النقطة على مقياسين؟ عم بيختلف معك مبدأ الإحداثيات، عم بيختلف معك جملة المقارنة، جملة الإحداثيات. فهلا أنا هون عم بعمل نفس الشيء، وين؟ مو بالرسم اللي رسمته، إنما بالإحصاء اللي عم نشتغل فيه. فكان في عندي جملة إحداثيات عم تكون X اللي هو المتحول العشوائي تبعنا، بياخذ فيه قيم X، تمام؟ وأنا بعبر عن الاحتمالية تبعيتها، بدي بدل بدال X أحول إلى Z score. شو هي الـ Z score؟ Original measurement measured in units of standard deviation. يعني كنا عم نقيس من شوي مثلا، اذا مثالنا اللي كنا عم نشتغل فيه اطوال، فمثلا صار معي تبين الحركه بقول انا 150 فقصدي 150 سنتي. فبقول مثلا 150 فالمقصود فيها 150 واحد الطول او واحد المقياس اللي احنا عم نشتغل فيه اللي هو مثلا ممكن اقول 150 سنتيمتر. هلا بدي اعتبر انا واحدة القياس عندي هي عباره عن كم ستاندرد ديفيجن. فلو انا قلت لك انه ستاندرد ديفيجن هذا عندي اياه كان 5، فانت بتقول لي 150 على 5 بيطلع معك قديش؟ 30، او 30 ضعف الستاندرد ديفيجن. فمعناته انا صار عبرت عن القيمه هاي على اساس انه هي بكم ستاندرد ديفيجن. ما بيكفي بس تقسم بالحقيقه، انه ممكن يكون في عندك ازاحه، وقلنا من شوي انه انا اذا كان عندي الميو اصلا موجود عند الصفر، يعني مثلا جي كان هون هي مثلا اعتبرها 5، ففعليا انا 150 هي لازم ازيحها لتصير عند الصفر، وبعدين اقسم هذا الطول اللي كان 150 ليصير بما يكافئ من كم ستاندرد ديفيجن في عندي. فالخلاصه ولا يهمك ليك ما في مشكله. فالخلاصه معناتها انا بقدر بقول انه الزد الجديده تساوي
باخذ الاكس القديمه بطرح منها ميو عشان اكون رجعت لوين القيمه اللي عند الصفر لعند مبدا الاحداثيات، وبقسم مثل ما كنا عم نحكي من شوي على مين، على ستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما. تمام، فمعناته التحويل من اكس الى زد بيتم عن طريق هاي المعادله. تمام، ماشي الحال. هلا تطبيقا على هذا الكلام، نفس المثال كنا عم نحله من شوي، كان عندي مثلا 2 و5 عفوا 0 و5، علما انه ال2 هي الميو والستاندرد ديفيشن هو 3، فمطبق المعادلات السابقه بشوف انه اللي كانت 0 صارت عندي سالب 2 على 3 مثل ما حسبناها من شوي، وال5 صارت 1. معناتها بقدر بعتبر هلا انه انا عندي متحول عشوائي، بدل ما اقول انه هو اكس يتناسب مع التوزع العشوائي التوزع الطبيعي ميو سيجما مربع اللي كان بالنسبه لنا 2 و3 او بالاصح 9، بعدها بقول هلا انه صار زد بيتناسب مع التوزع الطبيعي 0 1، واللي هذا هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فانا شو ما اكون معناتها بهالحاله عملت؟ عملت ستاندرايزيشن للتوزع الطبيعي اللي كان عندي. هلا النقطه المهمه انه انا بكل هالشغل عم بحاول شو اسهل انه نحافظ على مين؟ الستاندرد هو لما حولنا الى الزد، يعني استخدامي للزد هدفه اني اعمل ستاندرد. بدل ما يكون في عندي قيم ميو واس او سيجما عفوا عشوائيات اي قيمه، مثلا نحن توزعنا الطبيعي شو كانت قيمه؟ ان 2 3 صح؟ هذا بي ار، او اذا نحكي التوزع الرياضي ف 9. هلا عندنا التوزع الستاندرد، التوزع الطبيعي يعني الخام خلينا نقول اللي ما في عليه اي تشوهات، هو بيكون ان 0 1، يعني متناظر حول مبدا، يعني لانه الميو هي محور التناظر فانا حطيته عند المبدا، وتوزع بحيث يكون كل ستاندرد ديفيشن هو بقيمه 1. اللي عم نساوي نحن هلا انه اي توزع طبيعي انا بامكاني احوله الى هذا الشكل الستاندرد من خلال عمليه اللي حكيناها من شوي، من خلال او انه زد تساوي اكس ناقص ميو على سيجما. فبكون عملت عمليه ستاندرايزيشن، عملت عمليه ستاندرايزيشن للنورمال ديستريبيوشن، من نورمال ديستريبيوشن شو ما كانت قيمه الى نورمال ديستريبيوشن او الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. وضحت الفكره؟ اعطيكم مثال بعيدا عن الاحصاء وبعيدا عن كل هالكلام. نحن وقت نقيس ارتفاع مبنى شو بنقول؟ شو بتقيسوا ارتفاع مبنى؟ واقفين انتوا قدام بناي وسالتكم قديش ارتفاعه، شو بتقولوا لي؟ اعطوني هيك مثال ما عندكم شيء بنايه تخيلوها واعطوني جواب ايا كان هذا الجواب. ما وصلتني اجابات، ما حدا منكم شايف شيء بنائي بحياته مثلا يتخيل ارتفاع يقول لي قديش ارتفاع؟ تماما رغد، تماما هذا هو اللي بدي اياه. نحن ممكن نقول ارتفاع البنايه هي مثلا 23 متر، 50 متر، 40 متر، عم نستخدم واحده يعني عامة، أو أنا بعرف إنه البنايات تنبنى بالطوابق، فشو بقول؟ بقول هاي البناية هي خمس طوابق، أربع طوابق، 35 متر لا يتناسب لنا، أوكي بصير. طيب لما أنا بدي أجي أقول إنه أول شيء 35 متر هاي، خلينا نتخيل هيك بناية 35 متر، تمام؟ هاي ارتفاع هذا عنده هون 35 متر. طيب لو جيت أنا قلت لك هلا إنه عنا اول شيء في مسافه هي مساحه الدكاكين او ما شابه الدكان يعني محلات البيع وكذا، هن خلينا نقول انا بسويها سهل الحسابات، خلينا نقول هن 3 امتار، هي اول 3 امتار 3 متر هن المحلات، يعني ليس طابق، ما بنعده من طوابق السكن، هذا عباره عن محلات. تمام، وبعدين عندي ارتفاع الطابق الواحد، ارتفاع الطابق هو 4 متر. فشو بدكم تساووا انتم لحتى تعرفوا
كم طابق بتصير البناية؟ شو ممكن تعملوا هلأ؟ تعرفوا كم طابق؟ مع عدد دكاكين طبعاً. ممتاز. لا مو على 8 على 4، هو 8 الجواب. تمام ليه؟ بس هي على 4 لأنه افترضنا أنه الطابق الواحد هو 4 متر، تمام؟ فأنا بدي بقول 35 متر ارتفاع الكلي ناقص 3 اللي عم نقول هن ما داخلين بالحسبان، لأنه أنا بدي أعمل إزاحة للصفر، يعني اعتبر المستوى البداية مستوى العد من بعد أول 3 أمتار على مين؟ على ارتفاع المتر الواحد اللي هو قديش؟ 4 متر. ف 32 على 4 8، إذا طلع معي أنه هن 8 طوابق. طيب طالما وصلتوا معي لهالمرحلة خلينا نصعب شوي السؤال. كم متر ارتفاع الطابق الثالث؟ مو تقول هن 8 طوابق؟ الطابق الثالث هي ثيرد فلور قديش ارتفاعه بيكون؟ الطابق الثالث قديش بيكون ارتفاعه؟ أربعة وعشرين. شو حسبتها قبل الجواب؟ يعني بيهمني أنا شو حسبتها، شو عملت تحت حسبتها؟ لأنه يمكن مو 24. رح نقول نحن الطابق الواحد ارتفاعه، أو هن ثلاث طوابق والطابق الواحد ارتفاعه 4 متر، فثلاثة في 4 قديش؟ 12. بس لسه في عندي 3 متر تبعية مين؟ الدكاكين، وبالتالي الجواب 3 في 4 12 و 3 15 متر. صحيح. عم ترجع بتاخذ 8 هن 4. ليش ضربت 8؟ عندي الطابق الواحد 4 وهن ثلاث طوابق، في 3 في 4 12، وفي عندي اول 3 امتار اللي كنت معتبره دكاكين بضيفه ايوه من عند ارتفاع المحل، فصارت بالحاله 15. ارتفاع الارتفاع لما بحكي بالمتر فهو نعم من الارض من الصفر، بس كعدد طوابق من بعد اول 3 امتار. تمام. طيب هلا رح اعكس السؤال. اذا جيت قلت لكم عندي ارتفاع وقدره 21 متر، اي طابق بيطلع معي؟ اين فلور؟ في عندي انا اتلك واقف حاليا على نقطه ارتفاع عن الارض 21 متر، اين طابق بيطلع؟ نسى الزد شوي على المبدئية، معلش طوي بالك على الزد، خلينا نضل بالبنايات والطوابق شغله اسهل واحلى. فبرجع بقول انا واقف حاليا في نقطة ما قصة ارتفاع الارض 21، قلت لك انا بين طابق معناتها شو حسبت الرابع؟ شو حسبنا انه الرابع؟ الطريقة ما هي دقيقة. أنا عندي ارتفاع، انتبهوا عندي ارتفاع بدي أعرف كم طابق. فأنا ارتفاعي 21 متر، صح؟ هلا قبل ما أحسب الارتفاع الفعلي، أنا ارتفاعي الحقيقي هو 21 ناقص 3، لأن أول 3 أمتار أنا خارج من الحساب اللي هن مين؟ ارتفاع الدكاكين. قديش بصفى معي؟ بصفى معي 18. طيب وباعتبار أنا بعرف إنه الطوابق، خلينا والله مو 21 معناتها ناخذها، انا كنت اخذ 21 ناقص 3 18، خلينا ناخذ معناتها كان 19، معلش بس مشان تكون حسابات اسهل، او نعمل 23 لا فرق. اذا رح نعملها هون 23 بس عشان يطلع معك كسور ما هو شيء يعني. ف 23 اول 3 هن خارج الحساب، ايوه مشان ما يطلع نص راما بدي اعدل الجواب او القيمه. ف 23 ناقص 3 لأن أول 3 أمتار إنه خارج الحساب، بصفى معي 20، 20 على المتر الواحد، عفوا الطابق الواحد أنا بعرف ارتفاعه 4، بيطلع معي الجواب قديش؟ 5، فإذا أنا بالطابق الخامس. تمام؟ هلا مثل ما عم بيسأل ليك، شو دخل زد وإكس بالموضوع؟ نفس اللي اشتغلنا تماما. أين طابق هو الزد؟ والمتر اللي كنا عم تحكوا فيه هو الإكس. فنحن بالعادة وقت ناخذ بياناتنا الإحصائية بتكون بشكل إكس كمتحول عشوائي، بتكون يعني وحدات. متر، سنتيمتر، كيلوغرام، حسب شو عم تشتغل فيه انت، صح؟ يعني عندي مثلا مثال كنا عم نحكي من شوي
على أطوال الأشخاص. شو راح يكون الواحد بهالحالة بالسنتيمتر؟ عم نحكي على أوزانه، حتكون بهالحالة معناتها بالكيلوغرام، وما شابه من ظواهر عديدة. لما حولت للستاندرد يونت اللي هي الستاندرد ديفيجن، ما بقى في عندي لا سنتي ولا شيء. شوف صار في عندي فلور، بدل كلمة فلور اعتبروها سيجما، هي ستاندرد ديفيجن. فصار في عندي وحدات ما لها علاقة بطبيعة البيانات أنا بجمعها، ما لها علاقة بأنه هن وزن ولا طول ولا مسافة ولا شو بعرفني. ما بقى في عندي هي الوحدات مستغنى، لذلك أنا تحولت من النورمال ديستريبيوشن إلى الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. وشو عملت لحتى أعمل هالتحويلة؟ لاحظوا العملية اشتغلتوها هي تماما مثل المطلوب مننا حتى نحول من X إلى Z. Z يعني أنا طابع، أنت تأخذ الارتفاع اللي عندك إياه، تطرح منه المسافة اللي هي أنت عملت فيها إزاحة، مثل مثال الدكاكين أو ما شابه. بالنسبة لنا مثالنا بالإحصاء، نحن عم نساوي أنه عم نزيح محور التناظر ليكون عند الصفر، تمام؟ ومنقسم على Standard Deviation، لأنه يهمني أعرف كم واحدة من واحدات Standard Deviation قيمة المتحول اللي عندي. وضح الصورة؟ حولنا ل 23 لنقطة أقرب إلى النورمال كيرف. ما كتير فهمت سؤالك والله ليه. أنا عملت تحويل بحيث إنه النورمال ديستريبيوشن أول شيء ما عاد واحدات. بالنورمال ديستريبيوشن ممكن تكون واحدة أي شيء، مثل ما أنا سنتي كيلوغرام إتسترا، حسب شو أنت عم تاخذ القياسات. بال ستاندرد نورمال ديستريبيوشن ما في عندي واحدات، انا كنت عم بقسم. لاحظ انا هذا تذكروا كان الواحده وهذه الواحده، فراحوا مع بعضهم، فصفي تزيد عندي اياها عدد بدون واحدات. هاي شغله. الشغله الثانيه انه انا صرت عم بحول الى الشكل الصحيح للنورمال ديستريبيوشن، اللي هو البيل كيرف النظامي. قلنا بالبدايه انه البيل كيرف ممكن يكون هيك شوي ممطوط او مضغوط حسب طبيعه البيانات. لا، انا حولته لياخذ الشكل المثالي، الشكل البيرفكت. ايوه تماما بعمليه الازاح قربنا القيم لتكون شكل الجرس، تمام. هو بارنا القيم الحقيقه. انا شو ساويت؟ حلو كثير المثال عم تقوله ليف، بس مو قربنا القيم. رح امسح معلش الصوره. شايفين الاخضر والاحمر؟ الاخضر هو النورمال ديستريبيوشن، الاحمر هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فشو كنت عم بقول انا؟ مع الحفاظ على الواحده على الاحتمالات نفسها، يعني المساحة اللي تحت لكل نقطة لازم تضل نفسها. فهون لما كان عندي مثلاً ناقص 4، شو لازم تصير هون عند الأحمر؟ اللي كانت هون مثلاً ناقص 2، شو لازم تصير عند الأحمر؟ فعم حول النقط اللي هون عند الأخضر، عم حولها هاي من هون إلى ما يكافئة، تمام؟ عم حولهم هون بحيث إنه تضل مثل ما قلنا المساحة تحت الأحمر نفسها اللي كانت تحت الأخضر، يعني تضل احتمالات نفسها. فأنا بحول هذا الشكل الأخضر إلى الشكل الأحمر، عم حمله تحويل. فهو ما بس عندي بس إزاحة، والله بس بسيطة، بس إنه مو عندك المركز هون كان ناقص 3، ضيف لكل قيمة 3 بصير صار عند الصفر. لا، لأنه إذا بس حركته مثلا صار عندي بين الصفر، كان عندي بين الصفر خلينا نقول وال هون ناقص 3، خلينا نقول 1 مثلا تقريبا، يعني عندي المجال ضمن 1، يعني من ناقص 3 هون عندي ناقص 2 وهون ناقص 4. فلو حركته عند الصفر صامت عندي بين 1 وناقص 1 ظلت تقريبا كل القيم. طيب وبعد ما عاد في قيم، عاد تخيل اختلف شكله عن الاحمر. الاحمر لا، لاحظوا عند الواحد واثنين وثلاثة لسه في قيم معتبرة. انا بدي احاول احول الشكل من هذا الشكل المدبب او المختلف عن البيل كيرف لياخذ الشكل الستاندرد. شو هو الشكل الستاندرد اللي شايفينه قدامنا بالشكل الاحمر؟ ايوه تماما، يعني لما بيكون شكل بيشبه شكل الجرس او مطابق لشكل الجرس هو اللي بيكون ستاندرد. هذا الاحمر اللي قدامنا هو الستاندرد. شو يعني الستاندرد؟ يعني معناتها الميو تساوي قديش؟ صفر، وسيجما تساوي 1 او سيجما سكوير، لانه بالشكل الرياضي من نكتب سيجما سكوير بي ار بنعوضها سيجما. بكل الاحوال يعني 1 تربيع 1 فما بيغيرش. وضحت شو عم نساوي؟ شو معنى زد سكور؟ شو المقصود بهالترانسفورميشن من النورمال ديستريبيوشن الى الستاندرد نورمال ديستريبيوشن؟ ممتاز الكل. ليث راما تمام، البقيه رغد وانعام. اوكي طيب ممتاز. الصيغه لهذا التحويل فيه بسيطه، مثل ما انك بتاخذ قيمه اكس اللي عندك، هاي زد تساوي هون الصيغه، زد تساوي اكس ناقص مو 2 على 3، خلينا نكتبها بشكل عام،
فزد الجديدة تساوي إكس القديمة ناقص ميو تبعية التوزع أنت عم تعمل معه على سيجما. هيك كانت معي أنا بقول كانت مكتوبة هي تمام، إكس ناقص ميو على سيجما. ننتبه على إنه سيجما مو سيجما سكوير، لأن التوزع الطبيعي بيكون عادة فتنكتب بالرياضيات هو سيجما مربع فتقسمه على جذرة مو عليها. بالآر نستخدم سيجما، فنكون حولنا معناتها إنه زد متناسب مع مين؟ مع النورمال ديستريبيوشن اللي هو الستاندرد اللي هو بيكون فيه ميو صفر والستاندرد ديفيشن هي الواحد. طيب هلا المشاكل ممكن، نعم صحيح حقكم صحيح، القطع الفكره ونرجع نعيد وتاخر الاشكال عن اللي عم بحكي سبب اشكالات صحيح. هلا النقطه اللي كنا عم نركز عليها كثير انا رح اعمل كلها عمليه بحيث اني اضل محافظ على الاحتمالات تمام، فخلينا نشوف على حسب هذا الحكي هل فعلا ضلت احتمالات نفسها. نتاكد من خلال الار من شوي حسبنا مثلا لما كان عندي الاثنين والخمسة عفوا الصفر والخمسة آسف، لما اثنين وثلاثة طلع احتمال بيناتهم هو 589 إذا بدنا نقرب إلى ثلاث منازل. حسب اللي حسبناه من شوي طلع معي إنه الخمسة لازم شو تصير؟ سالب اثنين على ثلاثة، والصفر لازم تصير واحد، مو هيك كان عم يعطينا؟ بنعوضهم؟ لا الخمسة واحد عفواً والصفر سالب اثنين على ثلاثة، أنا آسف أخطأ. فمعناتها إذا بجي هلا بحسب لي البي نورمال لمين؟ بدال خمسة قديش أنا صارت واحد، هذا الحي هي الواحد إمتى؟ لما التوزع الطبيعي فيه صار ستاندرد يعني صفر لميو والستاندرد ديفيجن واحد. طيب ناقص كمان بي نورم لمين؟ لقيمة صفر اللي هي سالب اثنين على ثلاثة تمام؟ حيث المين هو كمان صفر والستاندرد ديفيجن هو واحد. ضغطنا انت لاحظ نفس الجواب تماما. فاذا المساحة الواقعة بين الواحد والناقص اثنين على ثلاثة لما التوزع الطبيعي هو ستاندرد تساوي تماما المساحة لما كان عندي بين الخمسة والصفر لما كان التوزع الطبيعي هو اثنين ثلاثة او اثنين تسعة بالاصح اذا بنحكي كعلاقة رياضية تمام؟ وضحت الفكرة؟ فإذا حسابات الاحتمالات بالنسبة للشكل الستاندرد ما تختلف عن اللي استخدمناه من شوي. هلا في شغلة أحلى إنه هذا البي نورم نحن ممكن نعمله شوي إنه النورمال ديستريبيوشن في عندنا شيء اسمه ستاندرد. شو يعني ستاندرد؟ يعني ما يكون ميو صفر والستاندرد ديفيشن واحد. طيب هذا الكلام برمج ضمن الآر إنه العادي الطبيعي الافتراضي أو الستاندرد هو يكون هيك، لذلك أنا بالحقيقة بكفي كان أقول له بي نورم واحد وواصل فيها قيمة X. طيب والمين هي كوما صفر كوما واحد، هدول ما في داعي لهم، لو شلتهم هو ضمنا بيكون اخذهم الـ R Studio أو الـ R بشكل عام ناقص P norm لما القيمة سالب 2 على 3. أنت لاحظ نفس الجواب تماما، يعني ما أنت عم تعمل مع الـ normal مع الـ standard normal distribution ما في داعي تعطيه المين والـ standard deviation، هو بيكون عارفانه ضمنا إنه هن صفر واحد. اعطيته اياهم ذكرتهم صراحه في مشكله؟ لا مثل ما شفتوا نفس الجواب بالحالتين، ولكن اذا ما حبيت تعطيهم بيكون هو افتراضيا اخذهم. هذا الشيء لاحظناه لما بكتب انا بي نورمال، لاحظوا الهنت هذا التلميح الاصفر اللي طالع معنا عم يعطيني قيمه كيو، اوكي اعطيني قيمه المين بس لحاله حط لي تساوي صفر. شو يعني حط لي تساوي صفر؟ يعني هي الديفولت فاليو، يعني اذا انت ما اعطيتني قيمه مين انا حالي حاخذها انه هي صفر. وايضا الستاندرد ديفيجن حط لي حاله تساوي واحد، يعني كمان اذا انت ما اعطيتني قيمه الستاندرد ديفيجن راح اعتبرها انه هي واحد. ونفس الشيء بالنسبه للبارامترز الثانيه اللي ما عم نستعملهم، يعني اللور تيل هو باي ديفولت ترو، لذلك نحن عم نحسب انه كل شيء قبل، اذا كان بدي اياها تكون فولس لازم اذكرها صراحه ما تهمني هلا حاليا، ولكن كفكره انه في عندنا شيء اسمه ديفولت فاليو بالفانكشنز تبعيت الار تماما. ليش واحد رقم واحد؟ لانه هو ديفولت بالار عنده القيم تبعيه الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، عنده اياها ديفولت هي صفر واحد تمام؟ وضحت الفكره؟ هي حسابها لما قلنا على اساس النورمال او الستاندرد نورمال ديستريبيوشن صارت عندنا مثل ما قلنا معناتها الزد كانت قيم تتراوح بين سالب 2 على 3 الى الواحد بدل ما كان 5 او من صفر الى خمسه. واذا جينا نحسب كمان ممكن نقول خمسه
ناقص 2 على 3 يعني هون عم بيحسب الزد فعليا اللي هي بتطلع معه سالب 2 على 3 و بتطلع معه 1 اسف وهون كمان بتطلع معه 0 ناقص 2 على 3 يعني هون فعليا عم بيحسب قيمه زد ضمن الفانكشن نفسه كله يعني بصير يعطيك بالاخير النتيجه نفسها. بنكون وصلنا عند الكمبيوتينج بيرسنتايلز اللي رح نعيفها ان شاء الله تعالى الجلسه القادمه. اللي حكيناه اليوم واضح في شيء مشاكل فيه غير مشاكل طبعا تقنيه، مشاكل تقنيه للاسف يعني ما بنقدر نعمل فيها شيء. بعد هيك حاولنا انه نتغلب عليها من خلال الاعاده او ما شابه. كيف نعمل رسم بالآل البلوت او البوكس بلوت حسب يعني التعليم اللي بدك اياها. بدك قصدك للستاندرد يعني هذا الرسمه نفسها تبعت الكتاب نشوفها مرسومه بالآر. بدك تعرف فيكتور مجموعة قيم وتحسب اذا تذكر بالجلس الماضي او الاسبوع الماضي اشتغلنا هيك شيء مع التوزيعات الثانية. فاعطي سي رينج معين مثلا من سالب 5 الى 5 بعدين هذا السي صار هو الفيكتور تبع قيم اكس يعني وتعمل تحسب البي او تبعها او الديستريبيوشن تبع هذول القيم كيو عفوا نعمل دي دي نورم بعدين ترسم بلوت لهذول التو فيكتورز الاكس و قيم الاحتمال تبعيك بس ما تاخذ البي بي كوميوليتيف تاخذ الدي دي نورم. اوكي على كل حال ذكرني فيها ممكن الجلسه القادمه نشوفها انا شوي لانه بدي احاول انهي لانه عندنا هلا على نص جلسه جبر وبقي معنا خمس دقائق وهلا صاروا اربع حتى فلذلك رح نوقف اليوم مثل ما قلنا نكمل ان شاء الله على الجلسه القادمه بكره مع الكمبيوتينج بيرسنتايلز. تمام بنقول حكيناها في شيء مشاكل تمام طيب يعطيكم العافية نراكم غدا إن شاء الله تعالى نفس الموعد على 10 للأسف يعني ما رح نبدأ أبكر بسبب إنه الإفطار هتكون شوي متأخر. نلقاكم على خير والسلام عليكم.